بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك إنك علام الغيوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أعزائنا المشاهدين، مرحباً بكم في حلقة جديدة من قصص نور المعرفة. النهاردة هنحكي لكم قصة مأساوية بتكشف الوجه المظلم لبعض ما يواجهه العمال المهاجرين في أماكن بعيدة، عن شاب هندي كان بيدور على فرصة لحياة أفضل لكنه تعرض لظلم كبير وخيانة مروعة. تابعوا معنا لتعرفوا إزاي تحولت أحلام راجل بسيطة لكابوس في قلب الصحراء. في قرية صغيرة في الهند كان في شاب اسمه راج، شاب طموح بيحلم بحياة أحسن لأهله الفقراء. كان راج شاطر في شغله، لكنه كان دايماً بيسمع عن الفرص الكبيرة اللي الناس بتتكلم عنها في الخليج، خصوصاً في السعودية. الفلوس الكتير اللي ممكن يعملها هناك كانت دايماً شاغلة باله، وحلمه إنه يرجع لبلده بعد كام سنة ومعاه فلوس تكفي إنه يبني بيت كبير ويعيش حياة كريمة. قرر راج في يوم إنه يتقدم لوظيفة في السعودية، وكان الحظ حليفه لما جات له الموافقة من كفيل سعودي. سمع عن الكفيل ده من ناس كتير قالوا له إنه شخص محترم وهيهتم بيه ويوفر له شغل كويس. راج جمع كل فلوسه وحطها في السفرية دي، حتى إنه استلف فلوس من أصحابه عشان يقدر يجيب التذكرة ويغطي تكاليف التأشيرة. في اليوم المنتظر سافر راج لأول مرة في حياته برا الهند، وكان مليان حماس وخوف في نفس الوقت. لما وصل لمطار الرياض استقبله الكفيل بابتسامة كبيرة وعرض عليه الضيافة وقال له: أنت دلوقتي بقيت واحد من عيلتنا، مفيش داعي للقلق. راج حس براحة شوية وفكر إنه اتخذ القرار الصح، لكن بعد كام يوم بدأت الأمور تتغير. الكفيل بدأ يتعامل مع راج بطريقة غير محترمة، كان بيأمره إنه يعمل شغل مش مكتوب في العقد، ومع مرور الوقت بقى ياخد منه جواز سفره وأوراقه. راج سأل الكفيل عن سبب تصرفاته، لكن كان دايماً بيتهرب من الرد ويقول له: ما تقلقش، ده كله عشان سلامتك. في يوم من الأيام وبعد فترة من المعاملة السيئة، الكفيل قال لراج إنه هياخده في رحلة للصحراء عشان يوريه بعض الشغل اللي هيعمله هناك. راج ما كانش عارف إن الرحلة دي هتكون بداية النهاية ليه. لما وصلوا للصحراء كان كل شيء هادي، مفيش حد حواليهم غيرهم. فجأة الكفيل وقف العربية وقال لراج ينزل. راج نزل وهو مش فاهم اللي بيحصل، لكن قبل ما يستوعب الموقف الكفيل قال له بجفاء: أنت هنا هتعيش مع الماعز، دي حياتك الجديدة، لو حاولت تهرب هتضيع في الصحراء ومش هتعرف ترجع. راج كان مصدوم ومعرفش يرد. شاف الكفيل وهو بيركب العربية ويمشي ويبعد وسيبه لوحده في وسط الصحراء. راج واقف في وسط الصحراء مذهول ومش مصدق اللي بيحصل. قدامه مفيش غير مجموعة من الماعز اللي عايشة في المكان ده، وحوله رمال الصحراء اللي بتمتد لأبعد ما يشوف. الشمس كانت حراقة والجو كان خانق، وراجع حاسس إن كل أحلامه انهارت في لحظة واحدة. في الأول حاول يصرخ بأعلى صوته يمكن حد يسمعه، لكن مفيش ولا صوت بيرجع له غير صدى صوته في الفراغ الواسع ده. بعد شوية بدأ يحس بالجوع والعطش، وكان لازم يفكر في طريقة يعيش بيها. الماعز كانت بتاكل من نباتات قليلة بتنبت في المكان، فراج ملقاش قدامه غير إنه يحاول يعمل زيهم عشان يفضل عايش. كان بيجمع الأوراق اليابسة اللي بيلاقاها ويحاول ياكلها، لكنها كانت مرة وناشفة جداً وما كانتش بتسد جوعه. راج قعد أيام وهو على الحال ده، مش عارف ينام كويس من البرد اللي بيجي في الليل، ولا عارف يواجه الحر الشديد اللي في النهار. كان دايماً بيفكر في أهله اللي في الهند وفي كل الفلوس اللي صرفها عشان يجي هنا، وفجأة اكتشف إنه مجرد عبد مش عامل زيه زي أي حد. الكفيل خد كل حاجة منه، جواز سفره، فلوسه وأمله. كل يوم كان راج بيحاول يلاقي طريقة يهرب بيها، كان بيمشي في اتجاهات مختلفة على أمل إنه يلاقي طريق أو يشوف حد، لكنه كان دايماً بيتوه ويرجع لنفس المكان. الرمال كانت زي البحر الواسع اللي بيبلع أي حد يحاول يمشي فيه. كان بيمشي ساعات طويلة لحد ما يتعب تماماً ويضطر يرجع تاني للماعز اللي بقت هي ملجأه الوحيد. بمرور الأيام راج بقى يتعلم أكتر عن الحياة مع الماعز، كان بيدور على أماكن فيها ظل عشان يحتمي من الشمس، وكان بيستغل أي نقطة مياه يلاقيها في المكان عشان يروي عطشه. بدأ يحس إنه بقى جزء من الماعز دي، مجرد كائن بيعيش عشان يقضي يومه ويستنى اليوم اللي بعده. في يوم من الأيام شاف راج طيارة معدية فوقه في السماء، فضل يصرخ ويشاور بإيده عشان يشد انتباههم، لكن الطيارة كانت بعيدة ومحدش شافه.
كانت اللحظة دي أصعب لحظة مرت عليه، لأنه حس إن الأمل في النجاة بعيد جداً ويمكن ميجيش أبداً. بدأ اليأس يتسلل لقلب راج، وحس إنه يمكن يقضي باقي حياته هنا. بقى بينام ويصحى مع الماعز، يأكل زيهم ويشرب زيهم، حتى بقى يتكلم معاهم كأنهم أصحابه. ما كانش في غيرهم حواليه، وكانوا هم اللي بيعيش معاهم يوم بيوم. راج قعد في الصحراء وسط الماعز لأسابيع طويلة، وكل يوم كان بيعدي عليه كأنه سنة. بقى عنده روتين يومي، يصحى مع شروق الشمس ويمشي مع الماعز يدور على أي حاجة ممكن يأكلها. بدأ جسمه يضعف من الجوع والتعب، وملامحه اتغيرت، بقى شكله زي واحد عاش طول عمره في الصحراء. كان في حاجة جواه بتحاول تحافظ على أمله في النجاة، لكنه في نفس الوقت كان بيحس إنه بيتحول لمجرد كائن تاني في الصحراء دي. في يوم من الأيام، راج كان قاعد تحت شجرة صغيرة بيحتمي من الشمس، وفجأة لمح في الأفق حاجة بتتحرك. في الأول افتكر إنه بيتهيأ له من التعب والعطش، لكن بعد شوية بدأت الصورة توضح أكتر. كانت مجموعة من البدو راكبين جمال ماشيين في الصحراء في طريقهم لمدينة تانية. راج ما صدقش عينيه، قام بسرعة وبدأ يجري ناحيتهم بأقصى طاقته. وصل عندهم وهو لاهث ومتعب، وكان صوته ضعيف من كتر الصراخ اللي كان بيعمله عشان يشد انتباههم. البدو شافوه وتجمعوا حواليه مستغربين من شكله وحالته. واحد منهم سأله: انت مين وازاي وصلت هنا؟ راج بص لهم ودموعه نزلت من عينيه وقال بصوت ضعيف: انا راج، كنت بشتغل عند كفيل في السعودية، بس هو سابني هنا ورماني وسط الماعز. البدو اتصدموا من القصة اللي حكاها راج وقرروا يساعدوه. واحد منهم قال له: ما تخافش يا أخي، إحنا هنا عشان ننقذك، هتاكل وتشرب وتستريح وبعدين ناخدك معانا للمدينة. وفعلاً ادوه أكل وشرب وخلوه يركب معاهم على واحد من الجمال. في الطريق للمدينة راج بدأ يسترجع شوية من طاقته وحس إنه بقى أقرب للنجاة. البدو وصلوا بيه للمدينة ودخلوه على السلطات اللي سمعوا قصته بتفاصيلها. السلطات كانت مصدومة من اللي سمعوه وقرروا يحققوا في الموضوع عشان يتأكدوا من صحة كلامه. بعد فترة قصيرة السلطات قدرت تتوصل للكفيل اللي كان سبب في معاناة راج وتم القبض عليه. راج أخيراً رجع جواز سفره وأوراقه وقدر يرجع لبلده الهند. لما راج رجع الهند استقبلته عيلته وأصحابه بالدموع والفرحة، لكنه كان حامل جرح عميق جوه قلبه من اللي شافه. ما كانش قادر ينسى الأيام اللي قضاها في الصحراء والحياة اللي عاشها وسط الماعز. التجربة دي خلته يفهم إن الدنيا مش دايماً بتكون زي ما بنتوقع، وإن الناس ممكن يتغيروا من ورا المصالح. بعد رجوعه بفترة تم إنتاج فيلم هندي بعنوان حياة الماعز اللي حكى قصته بالتفصيل. الفيلم أثار جدل كبير وغضب في السعودية لأنهم شافوا إنه بيشوه صورتهم، لكن راج كان عارف إن الفيلم ده ما كانش إلا صورة بسيطة من الحقيقة اللي عاشها في الصحراء. ورغم كل اللي مر بيه راج بقى أقوى، وتعلم إن الأمل مهما كان ضعيف ممكن يكون سبب في النجاة. وبكده تكون انتهت رحلتنا مع قصة راج والصراع اللي عاشه في الصحراء. لو عجبتكم القصة وعايزين تتابعوا المزيد من القصص اللي بتجمع بين الحقائق والمغامرات المثيرة، ما تنسوش تشتركوا في قناة نور المعرفة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. دايماً بنسعى إننا نقدم لكم محتوى مميز وشيق. شكراً ليكم على دعمكم المستمر، ونشوفكم في الحلقات الجاية بإذن الله.